بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 3. شوف الشابتر 3.2، شوف الـ Vector Product of Two Vector Vector Product Rectangular Component. مفهوم اللي هو العزوم، عزوم قوة، عزم قوة حوالي نقطة معينة. هذا يسهل فهمه لما نطبق إيش اللي هو Vector Product، ضرب المتجهات، نسميه Vector Product أو Cross Product، ضرب P في الـ Q. Vector product of two vector، لما تضرب two vector p في الكيو، p في الكيو، هذا يعطيك منتجة v. هذا المنتجة v يحقق الشروط التالية: line of action، الخط الموجود عليه بغض النظر عن الاتجاه، هذا يكون عمودي على ال plane containing p and q. لاحظ ال p وال q موجودين في هذا ال plane الموجود عندنا هنا باللون الأزرق. هذا المفروض تكون الخط، خط ال v يكون عمودي عليه. الماجنيتود تبعها، المقدار تبع الفي هذا هو البي مضروبة في الكيو في ساين ثيتا. ثيتا هذه هي الزاوية ما بين البي عند الكيو. الدايركشن، اتجاه الفي، هل هي في اتجاه الأعلى أم في اتجاه الأسفل؟ نعرفه عن طريق تطبيق اللي هو الرايت هاند رول. إذا كانت البي في اتجاه الساعد هنا والكيو في اتجاه الأصابع هنا، فحتكون الفي في اتجاه الأصبع هذا اللي هو العمودي على الاثنين. هلا بدنا نشوف اللي هو Rectangular Components، يعني مركبات، مركبة تبع الإكس والواي والزد والآي جي كي. إذا ضربناهم في بعض إيش راح يعطينا؟ لكن أولا بدنا نشوف الآي في الآي والجي في الجي والكي في الكي. إذا ضربت المتجه I هذا في الآي، I وI الزاوية ما بينهم كم؟ زاوية ما بينهم صفر، لأنهم موجودين على نفس الخط واللي هم نفس الاتجاه، والساين تبع الصفر تساوي صفر، إذا هذول كلهم يساوي صفر. أما البقية I وJ، أي واحد منهم ضربته في الثاني فهو يخطأ لإيش؟ لهذه القاعدة الموجودة عندنا هنا اللي هو هذا الاتجاه. إذا ضربت الآي في الJ في هذا الاتجاه حيعطيك المتجه اللي قدامه اللي هو الـK. إذا ضربت الـK في الآي هيعطيك الـJ. طبعاً إذا ضربت الـK في الـJ، الـK في الـJ أنت هنا عكس الاتجاه هيعطيك ماينس آي. نشوف هلا نطبق هذا على ضرب المنتجات اللي هو الـV هنا اللي يساوي P وQ. ناخذ P، ناخذ مركباتها الX والY والZ، ونفس الشيء بالنسبة للQ، ونضربهم في بعض. فلاحظ إذا ضربت الـ PX QX هما كلهم فيها i، هذا حيعطيني صفر. لكن اذا ضربت بي واي في كيو زد هنا، لان ضربت الجي في الكي حيعطيني الاي. اما اذا ضربت ال هذه في هذه فحيعطيني ماينس اي، لان عكست الاتجاه كي في اي كي في جي. تواصل على نفس المنوال، تعمل الثلاثه يعطيك، ممكن كمان تستعيض عنه بهذه المصفوفة الموجودة عندنا هنا، بحيث انه لاحظ لو جيت هنا قلت اخذ المحدد تبعها هنا الاي، الاي موجودة عندي هنا، حتكون نتيجتها البي واي في كيو زد، بي واي كيو زد ناقص كيو واي بي زد ناقص كيو واي في بي زد. اذا عندك طريقتين ممكن تعملوا بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.